طبعا ال 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 تأثرنا جدا بحكم المباراة، يعني ضربة جزاء لا يمكن يختلف عليها اثنين. هو لجأ بعد كده للفار ورجع قال ان هي مش الفار اداله يا بتمس. هاني انها ضربة جزاء. الراجل احمد سامي يعني ايده يعني في غير استحواذ، يعني من بره بره جسمه خبطت في ايده. طب انت عشان طردت يعني مش هتدي ضربة جزاء؟ ادي ثالث موقف في 5 ماتشات يا هاني اتظلم فيهم من الفار والحكم. طب احنا بقى هنفضل كل ماتش 5 ماتشات، اول ماتش فاركو في اخر ثانية ضربة جزاء غير صحيحة وانما ضيع علينا. كلاتنبرج طلع قال ان هي صحيحة لو فاكر. اي بقى يعني هو فين اصلا؟ يعني المهم يا عم هاني، المهم معلش معلش سيبني عشان انا اتفضل. بصراحة يعني حاجة صعبة جدا جدا. طب ما كل مصر قالت لك ضربة جزاء، هو طالع يقول لك مش ضربة جزاء. طب انت بتدافع ماشي، كلنا سبورت للتحكيم بس مش كده. انا 5 ماتشات وسيراميكا ملغي جول صحيح وكل الناس طلعت جول صحيح، والنهارده ضربة جزاء برضو كان ممكن نتعادل غير الفرص الكتيرة النهارده على فكرة من قبل الطرد واحنا مستحوذين على المباراة. أيوه. يعني النهارده أداء البنك الأهلي أداء محترم محترم دفاعا وهجوما وفرص ضايعة وكل حاجة. هم استغلوا الفرصة حتى في ماتش الدوري، هم استغلوا الفرصتين واحنا ضيعنا في ماتش الدوري برضو رغم الاستحواذ كان ليهم شوية، لكن ضيعنا أكثر منهم. لكن اللي أنا عايز أقوله إن البنك الأهلي بيقدم كورة الحمد لله بشهادة الجميع، إن إحنا طبعا أحداث كأس العالم مغطية، يعني حتى النهاردة بنلعب إحنا والنادي الأهلي. طب ما هو ما في حد شاف شاهد ما شافش حاجة ده خلاص انتوا والاهلي يلا. ومعاكم الناحيه التانيه بيلعب ماتش كرواتيا مع كندا، بصراحه أنا يعني كنا بصراحة يعني يا حيرانين هاني وتعبانين و أنا بصراحة الناس ما بتتفرج، حتى أنت حاطط يعني جدول حتى إحنا والنادي الأهلي. طب يا سيدي حط يعني من كتر الماتشات قوي، طب ما تحطنا في يوم والأهلي في يوم مثلا، يعني مثلا. لكن النهارده شاهد ما شافش حاجة، هوب رحنا خلاص وخلاص الدنيا وخسرنا وطلعنا من الكاس وخلاص، وادي الحال بقالنا 5 ماتشات. انا مش عارف، هو بتكلم مره غرامه ومره يعني خلاص بقى الواحد يسكت او خلاص الواحد بيتظلم وخلاص. شاهد يعني ما اخر شافش حاجة، ده إشارة إلى مين كابتن لا حازم؟ يعني كل الناس متابعه كاس العالم، يعني أيوه مش قصدي صح، مش مفهوم قصدي يعني مفهوم. كل الناس أصل هي حلوة بصراحة، مركزه على عجبتني. لا 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 مركزه على كاس العالم. لا وايه بقى، وكل الناس بتتفرج منطقيا على الاهلي والمقاولين برضه. مفهوم، ما عندك انا حق بقول لك عندك يعني حق. يعني ما حدش شاف حاجه، مش ما خلاص ويلا ايه المشكله، ضربه جزاء ما اتحسبتش ايه المشكله، وايه المشكله ان فرقه تطلع ايه المشكله، وايه المشكله ان اول ماتش ضربه جزاء ايه المشكله. خلاص خلينا بقى كده 5 ماتشات 3 ماتشات احنا بنتظلم فيهم يعني هي مش مقصودة لكن بنتظلم فيهم، وهنطلع يقول اصل خالد جلال قال خلاص يا عم. انا بصراحة زهقت من الكلام ده وزهقت من الكلام عن ال اقول ايه بس يا هاني، لان الكلام هيخليني اغلط كفاية، وانا مش عايز وضحت اغلط وضح وانا مش الاعتراض. عايز اغلط. لكن احنا اتظلمنا النهاردة كتير جدا بعدم احتساب رغم الفرص الضايعة الكتيرة جدا الشوط الثاني، فرص كتيرة لكن فعلا الشوط التاني، للأسف ودي برضو حاجة للأسف يعني كويس انك اشرت اليها، انه الى جانب زعلك من القرارات التحكيمية ممكن يبقى في لوم شوية على فكرة ده اهدار طبعا الفرص. في لوم بالظبط، دي على نقطة اللعيبة مهمة جدا. النهاردة، في لان لوم فرص على كتيرة اللعيبة من وبناء هجمة ضياع جيد الفرص جدا. الكتيرة. احنا استحوذنا تماما تماما، مظبوط. وان سايد جيم النهاردة على فكرة ومن قبل الطرد عشان تبقى عارف يعني ايوه. هاني اللي ما اتفرجش على الماتش، والماتش هيتعاد واكيد كلامي ده لا صح لا غلط صح صح كابتن ولا خالد، كده. رد فعل الإدارة إيه بعد الخسارة النهاردة، توديع الكأس بعد أيام من خسارة الدوري؟ وهنا بسألك لأنه بشكل واضح يعني البعض كتب في تفكير والله بالتغيير، في يعني والله رأي هو حضرتك. الاستاذ اللي هو في الاستوديو التحليلي اثار الموضوع بدون لازمه، وحتى كل المحللين يعني ردوا عليه، وانا مش بصدد ان انا اقول ان انا بخسر مباراه واحنا في البدايه.
وكل الناس شايفه قد. بص يا هاني، انا عايز اقول لك على حاجه، انت بتأدي ولا لا، انت بتوصل ولا لا، انت بتضيع ولا لا، مظبوط. لا انت وانت بتقدم اديت كره الحقيقه جميله بصراحه للناس بصراحه ولا لا، بصراحه الناس اداء جيد جدا. بتثني على فرقه البنك الاهلي ولا لا انها متغيره وبتقدم كره حلوه، لكن ما فيش توفيق. اصل التوفيق ده يعني ما مش بايدي ولا بايدك، ده ربنا سبحانه وتعالى. وفي ظلم كمان احنا ظلمناه، يعني احنا لو الله اعلم بقى ضربه الجزاء تتحسب نجيبها ولا ما نجيبهاش، بس ناخد حقنا ما فيش مشكله. لكن انا اعتقد ما فيش اي حاجه، واحنا كل الناس شايفه، واداره النادي اداره محترمه، وما فيش اي كلام من اي نوع معايا يعني عن وجه الخصوص، وكل الناس شايفه ان احنا بنأدي بصوره اكثر من جيده، والحمد لله احنا مركزين في الماتش الجاي بتاع انبي، تمام. ورغم ان هو مضغوط. وهنقول ايه بقى؟ هنقول هنا ولا هنا ولا هنا؟ احنا بنشتغل على اللي موجود. هعمل ايه؟ ربنا يعني يعينك. حاجه عجيبه الشكل كمان ان ما يتأجلش يوم، يوم مش هيفرق، يعني يوم يعني حتى في عداله يا اخي، يعني في عداله. هو من كله كده احنا مظلومين؟ يعني كل حاجه احنا مظلومين فيها؟ وانا ما بحبش اطلع اقول انا مظلوم والكلام ده كله، لكن كده كتير قوي يا جماعه، كده كتير قوي في عدم تكافؤ فرص. ان احنا فرقه مريحه 30 يوم واحنا لاعبين ماتشين بيراميدز ورا بعض، ايوه يا اخي ادينا يوم يا اخي، حاجه الحقيقة غريبه يعني جدا يعني. الطلب يعني يبدو منطقيا الحقيقة، بالنظر لانه ترتيب الماتشات وضغطة الماتشات المفاجأة دي ومفيش ضغط بعديه، فممكن اليوم ده اعتقد انه ممكن بطلب الى رابطة الاندية الا اذا كان ليهم وجهة نظر مختلفة.